اهلا بيكم معانا مره تانيه وكل الترحيب بدكتور محمد سلمان طايع استاذ العلوم السياسيه بجامعه القاهره وكنت بتسال على تعدد القطبيات او تعدد القبلات او تعدد الحلفاء والشركاء بلاش حتى كلمه الحلفاء الشركاء مع مصر ما بين موسكو بكين طوكيو ده مثلا برلين باريس وواشنطن ولندن رايح جاي مع تصفير المشاكل مع القوى الاقليميه الكبرى السؤال إزاي استطاعت مصر أن تنسج كل هذه الشراكات وأن تقنع الكل بأنه أنا لست طرفا في هذه الخلافات ومش هبقى طرف فمحدش يحاول يضغط عليه أنا بفكر حضراتكم الأستاذ يوسف بدأ حديثه قائلا أنه ليس أستاذا في العلوم السياسية فكيف لو كان أستاذا في العلوم السياسية لا لا ربنا يخليك رب. يعني في الحقيقة دي مسألة في في جوهر وصلب النجاحات الدبلوماسية المصرية ولكن اسمح لي ليس فقط في عام 2023 هذه المسألة ربما بدأت مبكرا منذ التغيرات الثورية التي شهدتها مصر ثورة 25 يناير 11 ثورة 30 يونيو 13 ثم استقرار واستتباب الوضع في مصر بعد 2014 اذا خلال العشر سنوات ربما اقل قليلا الفائته عملت مصر على تغيير خطا كنت اعتبره واحدا من الهنات الكبرى طبعا. في السياسه الخارجيه المصريه وهي سابقا انها كانت مرتميه في احضان واحدة فقط من القوى العظمى دون ان تكون علاقاتنا بهذه العظمى بدرجة علاقة التحالف الاستراتيجي او علاقة ما يسمى special relationship او علاقة خاصة. يعني احنا كنا يعني بنراهن على هذا القطب الكبير بين قوسين اعني الولايات المتحدة الامريكية على حساب علاقاتنا مع اقطاب اخرى عالمية وفواعل اقليمية مهمة جدا جدا جدا. ما حدث بعد التغيرات الثوريه وتحديدا خلال السبع ثمان سنوات الاخيره واستمر الحال بشكل واضح ولافت للنظر خلال العام الفائت 2023 هو ان مصر بدات تفتح نوافذ جديده في علاقاتها الاستراتيجيه مع القوى الكبرى في اقامه ما يسمى بالتحالفات السياسيه، مصر دوله ليست عظمى وليست دوله صغيره، مصر دوله متوسطه، والدول المتوسطه لا امل لها في ان تحقق مصالحها القوميه الا من خلال التحالفات، مصر مستوعبه او استوعبت ومستوعبه الان هذا الدرس بشكل واضح جدا، تقوم الان بعمل شراكات وعلاقات سياسيه وجيو سياسي وجيو استراتيجية واقتصادية وثقافية و و ومتعددة الأطراف مع كل القوى الكبرى ليس فقط على صعيد آآ آآ صفقات السلاح ليس فقط على صعيد التعاون السياسي ليس فقط على صعيد الشراكات الاقتصادية والتبادل الاقتصادي وإنما على كل الأصعدة مصر الآن لها علاقات كما تفضلت حضرتك مع الولايات المتحدة الأمريكية مع موسكو مع روسيا مع الصين مع اليابان داخل الاتحاد الاوروبي ليس لنا علاقات تقليديه كما كان في الماضي الهند في ظل التباينات الهندية الصينية بالضبط مثلا بالظبط كده بالظبط وفي اطار بالظبط وفي اطار التنافس الهندي الصيني مصر حافظت ولا تزال على حالة عدم ال 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 الالتباس يعني لا أكون مع الصين ولا أكون مع الهند هذه مسألة مهمة أنا جداً مع نفسي بالظبط أنا مع مصالحي وهذه مسألة مهمة جدا أنا عايز في الحقيقة في إطار كلام حضرتك هنا عايز أأكد على إنه منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب الروسية الأوكرانية مصر اعلنت في كوب الفائت الذي عقد على الارض 27 المصريه بالظبط كوب 2022 بالظبط كده في نوفمبر 2022 والذي عقد في شرم الشيخ اعلنت مصر على لسان رئيسها عبد الفتاح السيسي انها على استعداد للتوسط في هذا النزاع او في هذا الصراع او في هذه الحرب وقالت بانها مستعده ان تلعب دورا في هذه المساله. هذا نوع من انواع الدبلوماسيه الجديده وتاتي على لسان رئيس الدوله بين قوسين دبلوماسيه القمه وفكره الوساطه هذه مساله مهمه جدا. واكدت وظلت على هذا التاكيد بانها لا تنحاز الى اي طرف، هذه مساله مهمه جدا. استمرارا لهذا النهج وبعد شهر واحد انا باكد على انه الدبلوماسيه المصريه تحافظ على هذا الخط الثابت من فتح قنوات مع كل القوى العالمية والاقليمية ليس فقط في عام 2022، بعدها بشهر واحد ديسمبر الفائت يعني من سنة تقريباً ديسمبر 2022 مصر اعلنت انها تريد ان تستضيف المفاوضات الخاصة بالمحادثات ما بين موسكو وواشنطن على الارض المصرية فيما يتعلق بمحادثات نيو ستارت او اتفاقية ستارت الجديدة الخاصة بخفض الاسلحة الاستراتيجية النووية، هذه مسألة غير مسبوقة ان يتم استضافة هذه المحادثات في دوله غير الدولتين سواء يعني العاصمة موسكو لروسيا أو العاصمة واشنطن الأمريكية هذه مسألة غير مسبوقة صحيح لم تحدث بسبب تأجيلات كثيرة من الجانب الروسي ولكن الطرفان أو الطرفين الروسي والأمريكي أكدا على أنهما موافقين على استضافة القاهرة لهذه المسألة ما يعني بقناعة أولا بأن هناك مكانة لدى كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا مصر لها مكانة لدى هاتين الدولتين هذا واحد اثنين أن هناك ثقة من الجانب الروسي والجانب الأمريكي بقدرة مصر على إنجاح هذا الحدث واحد تنظيميا ولوجستيا اثنين وهو الأهم من وجهة نظري سياسيا مصر قادرة على أن تلعب هذا الدور في التوسط ما بين أكبر قوتين في العالم بدون مناقشة في مسألة امتلاك الرؤوس النووية كل دولة تمتلك ما يزيد على تسعة ألاف رأس نووي يعني بعيد تماما عن الصين عن الهند عن باكستان عن كوريا الشمالية عن إسرائيل عن كل الدول النووية الأخرى عن فرنسا عن المملكه المتحده الى اخره وبالتالي يعني هذه مساله لافته للنظر انا اتذكر انه حصل لقاء ما بين فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين وحصل ايضا مهاتفه او مكالمه هاتفيه ما بينهم وبنص البيان الروسي مش المصري انه الرئيس بوتين بيقول اطلعت الرئيس السيسي على كافه التفاصيل صحيح. المساله المتعلقه باوكرانيا ده حصل في اللقاء ثم حصل نفس البيان يكاد صحيح. يكون هو هو صحيح. فيما حصل فيما حدث بعد مهاتفتين تقريبا صحيح. ما يعني ان مصر لها مكانه خاصه في هذا الاطار ولولا ربما لولا يعني حاله الـ الـ الحاله ال التي يمكن أن نقول بأنها حالة التدخل الأمريكي والغربي المحموم وربما الأمريكي لأن الغرب يريد أن يتدخل في الحرب الروسية الأوكرانية عند مرحلة معينة الغرب لا يريد إسقاط روسيا وهنا يعني الحرب الروسية الأوكرانية أظهرت التمايز في المصالح ما بين طبعا. الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الأوروبية ولكن يعني حالة التدخل الأمريكي والمساندة الأمريكية المحمومة للجانب الأوكراني لولا ذلك لكان هناك استجابة من الجانبين الروسي والأوكراني. الاوكراني الى الصوت المصري بين قوسين الحكيم بفكره ان يكون هناك توسط لانهاء الحرب لوقف الاقتتال للجلوس على مائده التفاوض وهنا مصر يمكن ان تلعب دور اما يعني التوفيق او الوساطه يعني تلعب دور الوساطه وان توفق ما بين الاطراف الى ان يتم وقف اطلاق النار. مسألة أخرى مهمة جدا في هذا الإطار وهي الدور المصري في الحقيقة أو أن هناك كان هناك تفاهمات مصرية روسية ما بين وزير الخارجية المصري وما بين وزير الخارجية الروسية على أن تلعب روسيا قبل يعني قبل أن تندلع الحرب على أن تلعب روسيا دورا مهما في الوساطة ما بين مصر إثيوبيا السودان فيما يتعلق بسد النهضة. و ابدا الجانب الروسي استعدادا كبيرا لهذه المساله وكان وكان هذا الموضوع سيحدث على الاقل نوع من انواع التحول في يعني الـ الـ ربما سير المفاوضات على الأقل من الناحية السياسية لأنه كان معروف إنه المفاوضات فيما يتعلق بسد النهضة يعني الجانب الفني يعني واضح أن المفاوضات منذ ربما عشر سنوات باعتراف الخارجية المصرية ووزارة الموارد المائية والري وأيضا باعتراف الرئاسة المصرية ناهيك عن الأطراف نفسها في السودان أن هناك إخفاقات عديدة وأن المسار التفاوضي على الجانب الفني متعرج إذا يعني زي اقول كده زي ما قولوا للجماعه الخواجات سونر اجلا او عاجلا كنا سنذهب الى المسار السياسي كما تم الاعلان عنه يوم الثلاثاء الماضي منذ حوالي اسبوع آه. بالضبط حينما تم اخفاق بالضبط كده آه. اخفاق المفاوضات فنيا حينما تظهر او نلجا الى الجانب السياسي الوجود الروسي في هذا الاطار كان سيكون مهما جدا ومسانده روسيا بالاضافه الى الصين طبعا الصين ليس لها دور سياسي في هذا الاطار بالاضافه الى ادوار اخرى طبعا مصر في الحقيقه يعني نستطيع ان نقول انها فتحت ابواب ونوافذ مش عايز انسى في الحقيقه الدور المصري في البريكس وازاي هي استطاعت او كيف نجحت صحيح. في ان تدخل البريكس في اطار بريكس 5 يعني في الحقيقه هذا الامر سيفتح لمصر نوافذ وآفاق عديده على كل الاصعده اقلها الاصعده السياسيه والاقتصاديه دكتور انا سعيد سعاده الدنيا بانك موجود معانا النهارده واتمنى انه نتقابل قريب جدا واظن عندما نتقابل قريبا سوف يكون قريبا جدا وهنتكلم على سياسات تصفير المشاكل والتقاربات والعلاقات والحاجات الحلوه اللي احنا مستنيينها ولن افصح عن الحاجات الحلوه اللي احنا مستنيينها الى حينها ان شاء الله. شاء الله دكتور محمد انا مبسوط شوك جدا شوك واشكرك شوك واتمنى شوك ان احنا كنا نطول حبتين بس كريم رمزي لازم يدخل حالا فانا اشكرك جدا يا دكتور كل الشكر دكتور محمد طايع سلم أه دكتور محمد سلمان طايع استاذ العلوم السياسيه بجامعه القاهره و و واللي جاملني وجبر بخاطري بقبوله دعوتنا النهارده وكمان جبر بخاطري يعني بانه قال لي كلمتين كده كويسين ربنا رب لا العفو <applause> ربنا يخليك يا رب ثواني يكون موجود مع حضراتكم كريم رمزي اما احنا لو كلنا العمر مش النهارده الاربع يبقى يوم السبت ان شاء الله في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة وايه كمان صح سلامات